السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في اليوم 47 بعد 200 في الحرب على قطاع غزة، لليوم 8 من شهر يونيو للعام 2024، ما زال قطاع غزة يقدم الشهداء، ما زال قطاع غزة يقدم الدماء للدفاع عن شرف هذه الأمة، للدفاع عن مقدسات هذه الأمة، للدفاع عن المسجد الأقصى. ما زال الدماء تسيل، ما زالت الدماء تنزف. ففي هذا اليوم المبارك وهذا اليوم من أيام الله، في العشر الأوائل من ذي الحجة لعام 2024، تقوم جمعية الشبكات الدولية للأعمال الإنسانية بإغاثة الأسر النازحة والأسر المتضررة من حرب الإبادة، حيث نجهز اليوم 1000 سلة خضار لتوزيعها على هذه الأسر. فنسأل الله تعالى أن يبارك للمتبرعين في دولة إندونيسيا عنا خير الجزاء، وأن يبارك لهم في أموالهم، وبارك الله فيهم وجزاهم الله عنا خير الجزاء. حبينا اليوم نزور الناس اللي رجعت على بيوتها ورجعت على الخراب ورجعت على الدمار، واللي ابت الا انها تضلها صامده ومقاومه في بيتها. يعني هذا البيت نصه ساقط ونصه صالح للسكن. تعزيزا يعني للصمود وانه احنا مش هممنا حاجه، واحنا احنا هذه ارضنا وبيتنا مش طالعين منها. طبعا بنضحي بدمائنا لاجل هذه الارض. هذه هديه من الشعب الاندونيسي، شويه خضار.